مرحبا، اليوم بدنا نحكي عن فحص هشاشة الحمض النووي في رأس الحيوان المنوي. هذا فحص يعتبر من الفحوصات المتقدمة والمتطورة والحديثة، بيعطينا فكرة عن وظيفة الحيوان المنوي. الفحص التقليدي بيعطينا فكرة عن عدد الحيوانات المنوية وشكلها وسرعتها، لكن ما بيعطينا فكرة عن وظيفة الحيوانات المنوية. بنلجأ للفحص هذا في حالة العقم الغير مفسر، في حالة فشل عمليات أطفال الأنابيب، وفي حالة الإجهاض المتكرر.